الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بهذه المناسبة كان لنا شرف حضوركم في اختتام موائد الرحمة بإفطار شهر رمضان. بهذا نقدم كل التقدير والاحترام للمتطوعين أعضاء الجمعية والمتطوعين الخيرين والمحسنين الذين ساهموا في إنجاح هذه الطبعة الرائعة. نكرم جميع الذين ساهموا في هذه الموائد، من بينهم ثاني الأطفال الذين شاركوا بالمسابقة التلاوة. جمعية السياحة أهل الضيافة كذلك في الطبعة الثانية تقوم بمجموعة من المسابقات خاصة في التلاوة وحفظ القرآن الكريم، حيث كان هنا مجموعة من الناجحين، وقد أعدت لهم الجمعية مجموعة من الجوائز الرمزية الشرفية، حيث ترى فيهم الجيل مستقبل، ترى فيهم الأمل، تشجعهم على الحفظ، وكذلك كسنة حميدة تستنى هذه الجمعية لتشجيع حفظة القرآن الكريم.